لما تفكر في قصة أكتر من نبي هتلاقي إن قبل ما يوحى إليه بالنبوة عشان يؤثر في الخلق هو نفسه حصل له موقف كبير في حياته أثر فيه الأول. سيدنا يوسف وهو طفل يحصل له أزمة البير مع أخواته، ثم لما يكبر شوية حدث ضخم وهو محاولة غواية امرأة العزيز ليه. سيدنا موسى برضه في بداية حياته يترك بيت فرعون اللي تربى فيه ويسافر بلد تانية بسبب موقف يغير بلده خالص يرعى الغنم في بيت سيدنا شعيب، ثم يجي بعد كده وحي النبوة وربك يلخص له حياته ويقول له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. في شيء بيتغير جواك جوه الفتنة. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. وكأنك لن تصنع في الحياة شيئا كبيرا حتى تصنع فيك الحياة أولا شيئا كبيرا، أو بمعنى أدق يصنع فيك الله شيئا كبيرا. عارف المدير اللي في الشركة الكبير اللي بيصنع سياسات الشركة وياخد القرارات؟ أصله زمان كان موظف مجتهد بيشتغل 16 ساعة في اليوم ما كانش بينام. الحياة حفرت فيه مهارات القيادة أولا. البطل اللي انت شوفته في الأولمبياد عشان يشيل الوزن التقيل ده كان لازم يصنع قوته الأول، فضل يشيل الحمل بالتدريج، والإنجاز الكبير اللي الناس سقفت عليه ده جه بعد رحلة بناء طويلة داخل الصلاة المغلقة. كلهم منافستهم الأولى كانت مع نفوسهم، وإحسانك لنفسك بيبقى في تشجيعها على الجد والانضباط، ثم بعد كده تجني ثمرة تعبك في الأول. عشان كده ما تستغربش من المعاناة والتحديات وكم الأحداث العاصفة في حياتك وانت لسه متخرج. انت ربنا بيبنيك، الدقدقة والصنفرة اللي بتحصل فيك دي علشان ربنا يهذبك لا ليعذبك. حتى قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ورعى الغنم. في معاناة في بداية الحياة ستؤدي إلى قيادة باقي الحياة، وتلاقي ربك يقول لك يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا، شجعوا بعض على الصبر، ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عارف الملك المظفر سيف الدين محمود ابن ممدود ابن خوارزم شاه الملقب بقطز قاهر التتار، اللي أطلق عليه قطز هم التتار ومعناها الأسد الشرس. حكم مصر سنة واحدة بس قهر فيها التتار للأبد. بس عايز أقول لك على حاجة، دي ما كانش أول مرة يحارب فيها التتار، هو حاربهم وهو صغير وقاومهم مقاومة شديدة لكنه هزم وهو صغير مع خاله جلال الدين الخوارزمي، وباعوا التتار في سوق العبيد. التتار باعوه في سوق العبيد عشان يحيا حياة شديدة قاسية تحفر فيه القوة والإصرار، لدرجة أنه بعد ما وصل لحكم مصر أزاح اسم التتار تماما من صفحة العالم. لم يصنع هذا الإنجاز الضخم إلا بعد ما صنعت فيه الحياة هذه الشخصية الصلبة. فخليك تلميذ عند التحدي، وعيش أي معاناة أنت فيها ما تهربش منها، وتقبل المشاكل الموجودة دلوقتي وانت بتحاول تحلها تقبلك لابتلاع الدواء المر اللي من وراه الشفاء. فلولا هذه الصعوبات ما نمت في قلبك وعقلك عضلات التفكير ومهارات الخروج من الأزمات. فلو كان في صعوبات في الدنيا انت عايش فيها دلوقتي، دي بشارة انك هتكون صاحب دور في الدنيا يرقيك في الدنيا وعند ربنا كمان، ويتقل ميزان حسناتك في الآخرة. فلن تصنع في الحياة شيئا كبيرا حتى تصنع فيك الحياة أولا شيئا كبيرا. فاللهم يا رب إنا نسألك الإعانة على مصاعب الحياة، ونسألك القوة على قيادة أنفسنا حتى نصل إلى بر النجاة.